أود أن أشير إلى أن المغرب سنة 2016 قد صادق على بروتوكول 1996 والذي يمنع التلوث البحري الناتج عن تصريف الفضلات والمواد الأخرى، وينص على أنه لا يمكن التخلص من النفايات إلا تلك المدرجة في قائمة محددة، وذلك بعد القيام بعملية تقييم وإصدار التصاريح المتعلقة بذلك. وكعضو فعال في المنظمة البحرية الدولية، فإن المملكة المغربية تدعم بشكل متواصل أنشطة هذه المنظمة التي تشجع على التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء من أجل حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري. كما سيشكل هذا اللقاء فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول عدد من المواضيع، من بينها إعداد المبادئ التوجيهية لاختيار مواقع إلقاء النفايات والمواد الأخرى في البحر، وكذا وضع مخططات تدبير ومراقبة المواقع، بالإضافة إلى التخلص من النفايات والمواد الأخرى الناتجة عن التعدين في البيئة البحرية، بما في ذلك استخراج الموارد المعدنية البحرية، فضلا عن تحديد تدابير تعاون لتقييم الآثار البيئية للنفايات الناتجة عن إغراق الذخائر الكيماوية في البحر.